برافو. نظرنا شوية على هذه العادة ولا التقاليد هذا. اوكي. واخ. إذا أهلا وسهلا متتبعي قناة شوف تي في هذا البث المباشر هنا مباشرة من الزاوية الريسونية بالمدينة العتيقة بطبيعة الحال. فالزاوية الريسونية فمازال كتحافظ على ديك العادات والتقاليد اللي كتميز شهر رمضان المبارك. يعني كما كانوا الأجداد ديالنا كانوا يعني كيحافظوا على العادات والتقاليد فكذلك الأحفاد ديالهم. وبطبيعة الحال فمعنا عازف اللي هو معروف على مدينة تطوان وكذلك على الصعيد الوطني. وغادي نخلي لكم يعني المفاجأة باش تعرفوا عليه أكثر وأكثر من خلال هذا المباشر. وغادي يهضرنا على العادات والتقاليد خصوصا وأنه اليوم عزف على جوج ديال الآلة النحاسية وكذلك على الغيطة اللي كتعتبر من التراث المادي ديال مدينة تطوان وديال المغرب. أولا السلام عليكم، تحية قناة شوف تي في اللي كتوصل بعد 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 الحاجات اللي خصنا حنا نشوفوهم اللي كيتفقدوا. الحمد لله هاد القناه هذه كدوصفنا بعض الامور اللي ما كنتبتوش عليها مره. اولا كنشكرهم بزاف لان عملوا واحد النظره على هاد التراث ديال الغيطه من سبار رمضان، التراث الزاويه الريسوليه. اولا بدا كاين هاد التراث بدا كينقرض، لان علاش بداو كينقرض بزاف؟ لان علاش حنا هذا الشيء هذا عندنا من جدود، عندنا جد على ابو جد. أنا جدي كان في الطريقة هذه والأب ديالي في الطريقة هذه. أي كنت باقي صغير وأنا كنمشي مع الوالد في رمضان كنمشي للجامع، وكانت الأيام ديال رمضان القواعد ما كنساوهاش مرة، باقي لحد الآن ما كنساوش القواعد اللي تربينا عليها مرة. أولا دابا هذه الزاوية الريسولية هي الزاوية اللي هي ما خصهاش ما كتحملش الفقدان شي حاجة ديال التراث. الزاوية الريسولية هي كنعتبرها أنا زاوية بمدينة تطوان من الزاويات اللي هي لا مثيل لها. أولا أنا كنشتغل هنا منذ هذه 12 عام. نعم، أي رمضان كنجي هنا كنعمل قواعد من طرف الأستاذ طيميتي. أستاذ طيميتي هذا أستاذ من الأساسيين ديال الزاوية، الحمد لله معروف على الصعيد، معروف في المدينة العتيقة، ومعروف الزاوية هذه هو اللي مكلف عليها هو والمرسل لها. هذا الاستاذ طيب معايا قال لي انت عازف ممتاز كخصك خاين الله تبشرنا بالزاويه ديالنا. قلت له واخا مرحبا اخي الطيب. كانت خويا لابو هو هذا غير بسيطه عاديه. قلت له واخا مرحبا. قرب رمضان واحد النهار تلاقاني في الطريق قال لي خاين الله يجازيك بخير خصك ان شاء الله تجوز معنا شهر رمضان. قلت له واخا مرحبا اخي الطيب. وجبت الالات ديالي، جيت تبارك الله جازت شهر رمضان، جاز روعه، احتفال شهر رمضان كامل تبارك الله. وباقي دابا هذه 12 عام وانا هنا في هذه الزاويه هذه باقي شد في هذه العاده هذه. وهما تفقدوا بزاف ديال الجوامع ما بقاوش كيعملوا فيهم هذه العاده هذه مره، ما عرفتش علاش. لان هذه عاده من الجدود ديالنا ما خصناش نفرطوا فيها مره، لان باش دابا حاليا باش كنعرفوا حنا جود رمضان الا باله الغيطه وكنسمعوا غير الغيطه كنعرفوا بان انت شو سيدنا في الرباط عامل تبارك الله ولد القمره، كان القمره كان شيخ القمره دابا كاين بنو في الرباط الحمد لله. اذا حتى هنا الرباط كاين تطوان كاين فاس كاين مكناس كاين، هذه العاده ما خصهاش تقطع مره. الا لم مشينا وقطعناها كاننا كنقطعوا الطوارق ديال العادات. نعم نعم نعم، لان هادشي هذا راه جذور كما قال لك بان هادشي هذا راه خصو يبقى تراث. وهذا السيد مسمى الطيبيتي تبارك الله ما عندي ما نقول، السيد مولوع والتراث عنده في الدم، وما نكذبش عليك بان السيد هذا هو اللي باقي شابر فيا انا في هذه الجامعه هذه بصراحه هي هذه. لان علاش؟ لان هادشي هذا ولا كيتسقط بزاف وحنا ما خصناش نفقدوه مره. الناس تراث تربينا فيه، جدود ديالنا تربوا فيه وتربينا كاملين فيه. واولا بان بالنسبه للغياط في الجامع، الغياط في الجامع ماشي غير اجي وطن الجامع تغيط بحال اللي كاينين دابا بزاف ديال الافراد بزاف ديال الناس كتعمل جبالي فوس الجامع. لا 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 لا، الجامع عندها قواعد ديالها وعندها قوانين. اولا
كخص الانسان يكون غيط ممتاز. هذه هي الاولى، يعرف راسو شنو كامل. ما معنى شنو كامل؟ اي شنو كيبدا عن داخل المحرم، داخل قدام الميكروفون، لان احنا دارسين وانا عازف ماشي على اله الغيطه، عالي على جميع الالات الموسيقيه الحمد لله، معروف الصعيد العلوي محمد، ما كاينش اللي ما كيعرفني شي. المهم كتدخل للجامعه تعزف بالات، خصك اول حاجه تكون عارف الاطباع، عارف رمايه، عارف السبيان، عارف عرق عجام، عارف المهم الدراري اللي هما دارسين قليل بزاف. ورام المايا هي اللي كنستعملوا حنا في الجامعه، رام المايا كتمل على الامداح، امداح النبويه، لان كاين لنفرض محمد ذو المزايا اصل الوجود ونره وسره المتسامي والكل منه ظهوره يعلم هذا قابل وانفاضت عليه بحوره، يا قلبي بالله فاعمد وقت علائق غيره ولا تمل لسواه وعن في ابحر ذكره، ها الامر كله لله في الاول وفي الاخر ومن عقد يحل دابا قادر ولا ما قادر، دابا ان شاء الله جمعنا المقادر جرت المقادر بحكم القادر ومن لا سلطان. هادو كاملين امداح نبويه كتعدل في وسط الجامع، ماشي مشكل. اما باش تكون جامع وتضرب فيها الجبلي او تضرب فيها بعد المواوي اللي هي لا علاقه بجامع، لا ما كاين. هادو بعض الناس كيشوفوا هاد الغياطه هادو كيقول جبلهم الله كل شيء، لا بالعكس، غياط واحد في وسط الجامع خصو يكون غياط صناعي، اولا يكون دارس عارف شنو كيعمل، لان كاين مقامات وكاين امداح، كاين امداح، كاين الامداح في حال طلع البدر علينا، في حال اللهم صل على المصطفى، يا عين الرحمن، كاين امداح بزاف، اللهم صل على المصطفى، كاين بزاف تبارك الله، كاين سمعتي. هادو قواعد من القواعد اللي كتدرس في الجامع، ان الجامع غادي ندخلوها خصنا نعملوا ذكر الله فقط، هادشي اللي كاين. ونتمنى هادشي هذا ما يتفقدش، ودابا كنشوفوه بدا كيتفقد واحد الشيء ما يتصورش، ونتمنوا والله ما يتفقدش. لان علاش؟ لان هذا الشيء هذا راه هو اللي كيفكرنا في العاده ديال رمضان. تحيه للجميع وشكرا جزيلا. اذا متابعي قناه شوف تي في، الى هنا ننهي هذا البث المباشر، ونتمنوا ان شاء الله اننا نكون وفقنا في هذا البث المباشر ورجعنا لكم ذاك الذكريات اللي عاشوها الاجداد ديالنا، واكيد باننا خصنا نحافظوا عليه. اذا تفضل السي طيب. بعد الحفل معنا السي طيب، فهو غني عن التاريخ. تفضل السي طيب، هذه ماشي اول مره انت غادي تدوز معنا في شوفتي. بسم الله الرحمن الرحيم. الحاجه الاولى بان كنهني جميع المسلمين والامه العربيه والاسلاميه بالحلول هذا الشهر الكريم، شهر رمضان المعظم، الحلول ديالو في واحد الفرحه وفي واحد البهجه، واليوم اول يوم فيه. احنا كنتواجدوا في الزاويه الرئيسيه بمدينه تطوان، أنا واحد من المسؤولين ديال الزاوية بصفتي كنوب عن النظير ديالنا الشريف المحتضر سيدي الشريف المحترم سيدي أحمد بن المرحوم المنعم محمد بن زمني الريسولي نظير الزاوية الريسولية. أنا كنوب عليه دائما أي مناسبة كنوب عليه، لأنه هو حتى هو رجل عظيم، رجل محترم، ورجل كريم، ورجل سخي، وما كيبخلش على الزاويه باي حاجه كنطلبوها كينفذ لنا وكيوفر لنا، باش تبقى هذه الزاويه ماشيه وقائمه الى ان يرث الله الارض عليها. وفي الاخير كنطلب شهر رمضان مبارك لجميع المسلمين جميعا، وعلى امير المؤمنين حامل مله والدين سيدنا محمد السادس اطال الله عمره وبقاءه ومتعه بالصحه والعافيه، وأقر عينه بولي عهده الأمير مولاي الحسن وصنوه السعيد مولاي رشيد وباقي أسرة الشريفة الكريمة، إنه سميع مجيب. والسلام عليكم ورحمة الله. في الأخير أنشكر هذه القناة اللي تحت لي هذه الفرصة بس نتكلم ونعبر فيها عن ما يدور في خاطري، وإلى اللقاء في فرصة قادمة إن شاء الله. شكرا سيدي. الله يحفظك. إذا المتابعين الكرام، إلى هنا ننهي هذا البث المباشر، وإلى بث آخر دمتم في رعاية الله، والسلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته.